إدخال تقنية المعلومات على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من إدارة المعلومات الصحية، حيث يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية والاستخدام الأمثل للموارد في القطاعات الصحية. تنفيذ نهج منظم يعتمد على برنامج ذكي لجمع معلومات كافية عن المرضى وجمع التعاريف الشخصية والطبية ووضع مبادئ توجيهية لتقييم مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكري يعد خطوة في ضمان جودة الرعاية الصحية للمريض، إضافة إلى اختصار الفترة الزمنية في جمع هذه البيانات والمعلومات بطريقة تقليدية تعتمد على السؤال والجواب بين الطبيب والمريض، وسعيا للبحث عن حل للوضع القائم في جمع المعلومات الضرورية للمرضى الذين يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري. فقد قام فريق بحثي مكون من أكاديميين في مجال تقنية المعلومات بالإضافة إلى أطباء من وزارة الصحة بعمل دراسة لمشروع بحثي يعد حلقة وصل تجمع مقدمي الرعاية الصحية مع خبراء تقنية المعلومات، وذلك بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية واستمراريتها. ويعتمد النظام الذي يسعى إليه الفريق البحثي على 3 عناصر، وهي أولاً واجهة المستخدم ويمكن من خلالها إدخال معلومات المريض، ثانياً قاعدة المعرفة والتي تهتم بتخزين المعلومات، ثالثاً محرك الاستدلال حيث من الممكن استخلاص النتائج. المشروع البحثي هذا سوف يعطي مزايا صادقة من الإجراءات والإحالات والتحكم في التكلفة من خلال تجنب اختبارات لا لزوم لها ويتابع الممارسات المختلفة المتعلقة بالمرضى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، نرحب بكم في هذا اللقاء الذي نطل فيه عليكم من الجامعة العربية المفتوحة، ونتناول فيه أحد المشروعات البحثية، وبالتحديد نتحدث عن أحد هذه المشروعات الذي يتناول جانبين، جانب تقنية المعلومات بالإضافة إلى الجانب الطبي. وأرحب باسمكم جميعا بضيفي باحثين في هذا المشروع، الدكتور يوسف سعد تكروني مساعد مدير الجامعة العربية المفتوحة للشؤون الأكاديمية وهو الباحث الرئيسي في هذا المشروع، أهلا وسهلا بك دكتور. وأيضا أرحب بدكتور يوسف بن محمد الفارسي أخصائي أول طب الأسرة وباحث في الناحية الطبية في هذا المشروع، أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا يوسف. أيضا مرحبا. البداية معك دكتور يوسف تكروني، نعرف المشاهد الكريم كذا بالفكرة الأساسية لهذا المشروع البحثي. بداية يعني المشروع هو عمل مشترك بين مجلس البحث العلمي والجامعة العربية المفتوحة لخدمة المجتمع العماني. الفكرة الأساسية اللي طلعت لذهننا في الأول كيفية خدمة تكنولوجيا التعليم أو تقنية المعلومات لقطاع الطبي، واخترنا بالتحديد القطاع اللي محتاج معلومات أكثر هو قطاع السكري، لأن مرضى السكري كل اللي بيدور بين الطبيب وبين المريض عبارة عن معلومات متداولة بحيث على أساسها يحدد الطبيب الجرعات المطلوبة للمريض للعلاج. فكان الهدف الأساسي هو مشروع مشترك بين تقنية المعلومات والجانب الطبي. طيب دكتور يوسف فارسي، أيضا كونك باحث في المجال الطبي في هذا المشروع، كيف رأيت أن هذا المشروع يخدم المجال الطبي؟ طبعا هذا المشروع أو هذا البحث مهم جدا خاصة في سلطنة عمان، لأن كما تعرف انتشار السكر في عمان يعني انتشار كبير لحد ما 14% من العمانيين مشخصين بمرض السكر، وهذا مشخصين، فالعدد الغير مشخص ممكن يكون ضعف هذا العدد، يعني تقريبا 25%، يعني من بين كل 4 عمانيين كبار واحد منهم عنده مرض السكري. فيجب أن نبذل جهود أكثر في الأبحاث ولتسهيل وتقديم الخدمة الممتازة للمريض.
لتبسيط يعني فكرة البحث، في العادة المريض يذهب إلى طبيب السكر المتخصص أو الطبيب المدرب على علاج السكر في المراكز الصحية في وزارة الصحة. فمن خلال هذه المقابلة يجب على الطبيب تحديد ما يقارب من 25 إلى 30 محور للعلاج، ويتم تحليلهم بسبب يعني بواسطة الطبيب، ومن ثم إعطاء المريض الأدوية اللازمة والعلاجات اللازمة مع استمرارية العلاج. هذه يعني المحاور 25 إلى 30 تأخذ جزء كبير من الوقت، والوقت المخصص مع عدد المرضى يعني الكبير لا يتسنى الوقت للطبيب أن يناقش كل هذه المحاور. فمثال على هذه المحاور يعني لما طب المريض ارتفاع أعراض ارتفاع السكر، أعراض انخفاض السكر، أيضا الخطورة أو خطورة الإصابة بمرض القلب والشرايين يتم حسابها، فحص المريض، عمل فحوصات الطبية اللازمة من الدم يعني، وتحليل هذه الفحوصات، ومن ثم إعطاء المريض أيضا ممكن نقول واجب منزلي لقياس ضغط الدم في البيت أو قياس السكر في البيت. فهذه تأخذ جزء كبير من المريض. كيف ممكن فكرة البحث تساعد هذا المريض؟ هو محور يعني أو فكرة يعني الفكرة الرئيسية لهذا البحث. النظام هذا نظام أو فكرة البحث إيجاد نظام ذكي، أو هل ممكن إيجاد نظام صحي يعني اللي هو دخل فيه المعلومات الطبية، نظام ذكي ومتطور؟ فهي هذه الفكرة الرئيسية. بالضبط. ممكن نعطي مثال عليها بعد. بالضبط. إذا دكتور، عدد كبير من المرضى. نعم. كل مرض يحتاج إلى فترة زمنية طويلة. نعم. إلى أيام أيضا عديدة لمعرفة. نعم. وتشخيص حالته بطريقة أيضا تكون أكثر جودة. نعم. ونحن الآن ربما ما نعمل عليه الآن في المستشفيات والمراكز الصحية هي ربما محدودة، والكادر البشري أيضا محدود في 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 المستشفيات، وبالتالي يعني ربما الدقة ليست 100%، خلينا نقول، أو لا تصل إلى يعني بدقة تامة يعني. نعم. لذلك الثورة المعلوماتية يمكن أن تختصر لي الوقت، تختصر لي الجهد في هذا. نعم. الجانب دكتور يوسف تكروني أيضا، وبالتالي نستطيع من خلال تقنية معلومات ما وصل إليه العلم الحديث في تقنية معلومات أن نوظف هذه التقنية في اختصار الجهد، اختصار أيضا الكادر البشري، اختصارات شديدة، وأيضا نحصل على جودة كبيرة في هذا الجانب. وربما بدأتم أنتم بتطبيق الخطوات الأولى في هذا المشروع، استنتجتم أيضا هذه النتائج دكتور يوسف، إذا كانت عندك إضافة. هذا هدف من أهداف المشروع، هو هذا الشيء يعني أن احنا نسهل على الطبيب أخذ القرار السريع. ويمكن الدكتور يوسف الفارسي عرج على نقطة النظام الذكي. هو كل الأنظمة الموجودة في المستشفيات عالميا الآن هي معظمها أنظمة جمع بيانات وعرضها للطبيب، والطبيب يأخذ القرار النهائي. لكن الجديد معنا في البحث في مجال تقنية المعلومات هو إيجاد نظام ذكي يستقبل المعلومات من المريض، من اللاب تكنيشن أو نسميه يعني يقذف فحصات المريض، ويأخذ معلومات من الطبيب ويجمعها سويا ويأخذ يساعد الطبيب في أخذ القرار. بالضبط. هي يعني بالضبط الأنظمة موجودة متعددة، اسمها يعني decision support systems أو نظم دعم لاتخاذ القرار، موجودة في كل المجالات حقيقة. والمجال الأمثل الآن اللي احنا نقول في مجال السكري هو، لأن كما ذكرت في الأول هي مجال معلومات. يعني كل اللي موجود في مجال السكري ما في أكثر من معلومات تأخذ من المريض للمحافظة على السكري أو السكر يكون في يعني نطاق المواطن. بالضبط. وهذه المعلومات تتجدد يوما عن يوم، تتجدد ومحتاجة أيضا إلى عملية إدخالها وما إلى ذلك. هو النظام احنا حتى الآن يمكن يعني ما حنقفز على النهاية، لكن المريض ممكن يعدل البيانات حسب الحالة من البيت من منزله، بحيث لو حصل فيه تعديل يدخل يعدل البيانات في الويب سايت، المعلومات في نفس الوقت توصل للنظام الموجود في المستشفى، على اساس يعني يكون عند الطبيب قبل ما يدخل المريض يكون عنده ما يسال الاسئله اساسا، ما يسالش الاسئله اللي هي المفروض يسالها له قبل. بالضبط. اذا دكتور يوسف تكروني وايضا دكتور يوسف فارسي، نخرج لفاصل ونرجع معاكم نعرف ايش هي الخطوات اللي بداتم في تطبيقها في هذا المشروع. اذا مشاهدينا نخرج لفاصل ونعود لتكمله الحوار مع الباحثين الموجودين معنا في لقاء اليوم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور يوسف الفارسي، خلينا نتحدث في البداية إذن عن تطبيق هذا النظام، أو تضربنا مثال على آلية تطبيق هذا النظام. نعم، يعني ممكن نأخذ مثال بسيط. بعض الأحيان يتم إعطاء المريض ورقة لتسجيل السكر، قياسات السكر. فالمريض يأخذ عادة هذه الورقة، يملأها في البيت مع قياسات سكر، يرجعها إلى الطبيب. الطبيب يتم يعني يحلل البيانات اللي موجودة بنفسه، طبعا يحتاج وقت من لتحليل هذه البيانات. تطبيق النظام الذكي المتطور سيسهل للمريض. المريض من المنزل يقدر يعني يدخل البيانات عن طريق الجهاز الذكي أو الهاتف يعني النقال. هذه البيانات تروح مباشرة إلى النظام، النظام يحلل هذه البيانات عادة مع تحليل النشاط البدني للمريض، مع تحليل الغذاء المريض الذي سيدخل المريض من البيت من المنزل. وهذا يعني يسهل على الطبيب ويسهل على المريض ويقلل يعني الوقت والجهد، بحيث يكون التحليل جاهز يعني أمام الطبيب لاتخاذ القرار. بالضبط. نعم، هذا مثال بسيط. نعود معك دكتور يوسف، ذكروني إلى بداية تطبيق الخطوات التي اتبعتوها في تطبيق هذا المشروع. أول خطوة قمتم بتطبيقها؟ قمنا بتطبيق أولا، بداية جمعنا إيه البيانات المطلوبة عن المريض أساسا، يعني ودي كان جانب طبي بحت. يعني إحنا يعني مجموعة في الـ IT أو في تقنية المعلومات، يعني يمكن معلومات تقريبا صفر في المجال يعني. بالضبط. فاستعنا بالفريق اللي عمل من الجانب الطبي، دكتور يوسف الفارسي ودكتور يوسف الكعبي، في تحليل او ايجاد البيانات ايه المطلوبه عن المريض حقيقه. وده بنسميه الجزء الاول في ما نسميه احنا الانتولوجي او النظام الذكي، ان هنجمع البيانات بشكل ذكي من المريض. يعني المريض لو قال انا لا ادخن، ما في داعي يسال اسئله كثيره عن التدخين. فيعني حتى الكوتشنير اللي بيتسال بيكون قصير، بناء على لو المريض طفل مثلا بيكون قصير جدا، لو مريض سن كبير بيكون اكثر لان عنده خبرات اكثر، لو في رياضه بيعمل رياضة نعم، لو بيعملش رياضة يبقى خلاص ما يسأل عن رياضة بتمشي ولا بتجيش. فده كانت المرحلة الأولى، تجميع البيانات عن المريض من الجانب الطبي. المرحلة اللي في النصف صممنا الجزء متخذ القرار نفسه، بناء على أيضا رجعنا للجانب الطبي، وهو حاجة بنسميها الكلينيكال أو الدايبيتيك جايد لاينز، يعني إذا كان الدليل الإرشادي لمرضى السكر اللي هو موجود، المفروض كل طبيب في الكلينيك يعرف هذه المعلومات ويقرأ هذا الدليل كامل ويحفظه، مفروض يعني عشان يعرف يشخص مطلوب. بالضبط. فاحنا خدنا كل الموجود في الدليل ورمجناه برضه بطريقه ذكيه، بحيث ياخذ بيانات المريض والبيانات الموجوده في الدليل الارشادي، ياخذ منهم القرار النهائي المريض ده اي نوع من الخطوره او اي نوع من التحليل ممكن يكون في هذا المريض. بدايه البيانات والمعلومات. والمعلومات اللي هي ليست بيانات قاعده بيانات عاديه، ولكن هي مجرد حقائق ووقائع عن المريض، يعني تتدخل مع بعضها في علاقات مختلفة وتعطيني في الآخر قرار. القرار ده ليس قرار نهائي، ولكن لازم يعتمد بالطبيب. يعني احنا بنسميه سبورت سيستم، نظام دعم للطبيب، وليس نظام أخذ القرار النهائي. جميل جدا. طيب دكتور يوسف الفارسي، بالنسبة لي أنا كمريض مثلا أعاني مثلا من حالة معينة من السكر أو ضغط الدم، في حال انه هذا النظام موجود عندي، كيف اعمل على عمليه ادخال هذه البيانات؟ يعني هل في تطبيق معين انا راح احصل عليه مثلا وراح اقوم بعمليه ادخال هذه البيانات الى هذا التطبيق، وبالتالي تكون البيانات واضحه عند الطبيب؟ نعم، طبعا البحث، نتيجه البحث بعد المرحله الاولى اللي هي اعداد الاسئله والكوشنيرز، والمرحله الثانيه هي الدمج، كل هذه اللي أعطاها للمرحلة يعني الأخوة في الجانب التقني. نتيجة هذا سوينا إلى مراحل، هي مرحلة المريض، مرحلة الممرض، مرحلة المختبر، مرحلة أخصائي التغذية، ومرحلة الطبيب. يعني في البيت المريض يدخل بياناته، بيانات المهمة اللي يحتاجها الطبيب، بدل عن الطبيب يسأل كل هذه الأسئلة. نعم. يتم إدخال البيانات في البيت، والطبيب عنده أسئلة معينة يسألها في 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 العيادة، وأيضا الممرضة تقوم بدورها، والمختبر يقوم بدوره، والأخصائي يقوم بدوره، والنظام يجمع كل هذه المعلومات مع بعض ويحللها وتظهر نتائج يعني معينة اللي هي تخدم الطبيب
وتخدم المريض. جميل جدا. طيب دكتور، الفترة الزمنية اللي أنتم قطعتوها إلى الآن في المشروع البحثي، وطبعا خلصتم إلى النتائج النهائية في هذا المشروع. طبعا تقريبا المشروع بكل مراحله، وهي المرحله الاولى كانت اصعب مرحله، وهي يعني اعداد الاسئله واعداد الكويشنيرز. هذه خط وقت كبير، لانها مثل ما قلت لك من 25 الى بالضبط 30 محور، فيتم تغطيه كل هذه المحاور. فهذه هي الفتره الكبيره اللي غطيناها. تقريبا المشروع اخذ سنتين الا حاجه بسيطه يعني، بس من الشهور يعني. طيب دكتور يوسف تكروني، من خلال قراءتكم للابحاث الموجوده في هذا الجانب وارتباط تقنيه التعليم، طبعا ارتبطت بمجال واسع في المجال الطبي، اخر قراءاتكم في الابحاث التي كانت في هذه الجانب؟ هو طبعا ادخال الانظمه الذكيه عموما يعني في المجالات المختلفه في حياه الانسان، لانه احنا خلاص انتهينا من مجال قواعد البيانات العاديه، يعني قواعد البيانات العاديه بقت موجوده في كل شيء يعني في كل حياتنا، لكن هل قواعد البيانات تكفي؟ لا، ده يعني المفروض يعني نخرج لشيء ذكي او نظام ذكي يساعد في اخذ القرار. بالضبط. فاللي موجود على الارض الواقع هنا في السلطنه على الاقل، ما فيش اي نظام في الانتولوجي او نظام ذكي يقوم بعمليه اخذ قرار لطبيب او مساعد الطبيب في اخذ القرار. طبعا الانظمه دي موجوده في النظام ده موجود في بحث في ستانفورد يونيفرستي في UK. احنا كنا يعني العلاقه كانت معهم على اساس هم بيعملوا نفس الشيء عندهم. بالضبط. على اساس يكون يعني نفس النظام، مع اختلاف طبعا بيئه التطبيق يعني في UK او في عمان يعني. جميل. طيب دكتور يوسف تكروني وايضا دكتور يوسف فارسي، فاصل كده ونعود معكم ايضا لنعرف تفاصيل اكثر حول هذا المشروع وايضا الفريق البحثي الذي عمل معكم في هذا المشروع. اذا مشاهدينا بعد الفاصل نعود لتكمله الحوار مع ضيفينا. نرحب بكم مشاهدينا من جديد، والحديث الآن حول المشروع البحثي الذي يتناول شقين، شقي الجانب التقني وأيضا الجانب الطبي. دكتور يوسف الفارسي، دكتور يوسف تكروني ذكر أنه النظام متطور وذكي، يحمل جانبين، جانب متطور وجانب ذكي، لو توضح لنا هذه النقطة. نعم، يمكن النظام الذكي ذكرناها وذكرها الدكتور، لكن النظام متطور، تتعرف ان الطب يتطور من يوم الى يوم. ايضا الدليل الارشادي للاطباء لمعالجه مرضى السكري يتطور سنويا يتطور. الانظمه العاديه ما تتقبل هذا التطور لانها لا تحلل البيانات. اما النظام الذكي والمتطور، سمي المتطور لانه يتقبل التحديثات وبالتالي تحليله اليوم بيفرق عن تحليله بعد سنه حسب الأنظمة اللي أدخل أو الدليل الإرشادي اللي أدخله في النظام. وبالتالي نقول عنه نظام ذكي لأنه يحلل، ونظام متطور لأنه يتقبل الأبديت أو التطور في المجال الطبي. بالضبط. دكتور يوسف تكروني، قبل الفاصل نوهنا أنه نود الحديث عن الفريق الطبي الذي، او خلينا نقول فريق عفوا، الذي ساهم معكم في هذا المشروع البحثي وشارك معكم في المشروع البحثي، من هم هؤلاء؟ او خلينا او وضعنا امام الصوره الحقيقيه لهؤلاء الاشخاص الذين كانوا معكم في هذا المشروع. حقيقه الفريق يتكون من 6 باحثين اساسيين يعني اساس فيه كان، وثلاث مؤسسات او 4 مؤسسات يعني بحثيه تعتبر يعني. كان الجامعة العربية المفتوحة منها فردين يعني، كان مستر شيرمان في سي، وده كان حصل على يعني حصلنا على جائزة وطنية لأحسن بحث هو شيرمان، على أساس إنه كان يعني قدم بحث في PRC قبله. كان عندنا المؤسسة الثانية للجامعة كلية مسقط، كان الدكتور رشمي، كلية الكلية التقنية العليا، مسز بينو
وطبعا لا ننسى طبعا الدور الكبير لوزاره الصحه، الدكتور يوسف الفارسي والدكتور يوسف الكعبي، هم الباحثين الرئيسيين اصلا في المجال الطبي يعني، وما كان عمل يتم الا بوجودهم ان شاء الله. خلال فترة البحث والمشروع دكتور يوسف، كيف كنتوا أيضا تنظموا أوقاتكم بحيث أنكم تعملوا، أكيد أنكم تجتمعوا عملية أيضا تداول بعض المقترحات، بعض الأشياء اللي تخص جانب المشروع، كيف كنتوا تنظموا الوقت في هذا الجانب؟ وحقيقة احنا استغلينا التكنولوجي ايضا يعني، لان هو دلوقتي يعني العمل كتير في بيئه عمل موزعه يعني، بيئه العمل كل واحد في مكان مختلف، فهو ده يعني في علم جديد ايضا موجود، ان كيفيه يعني اداره الوقت في بيئه العمل الموزعه يعني، يعني مش لازم يكون كل الناس موجودين في نفس المكان عشان يناقشوا شيء، فكان العمل بيتم يوزع عن طريق الشبكه طبعا، شبكه الانترنت، الايميلز، الموبايل فونز وكده، وكان ناخد الاعتراضيه راجعه في حالات قليله جدا كنا نجتمع يعني، لو كان في قرار نهائي كنا نجتمع فيه على اساس هنعمل ايه بالضبط في هذه المرحله، هننشر ايه، نشر فهي كان الامر كذلك. جميل. دكتور يوسف فارسي، ايضا لو افترضنا انه هذا المشروع طبقناه على الواقع، الخطوه التي يمكن ان نخطوها الى الامام في جانب الخدمات الصحيه سواء كانت في جانب حكومي او جانب خاص، ما هي هذه الخطوه التي يمكن ان نخطوها؟ اتوقع ان التنظيم او تطبيق مثل هذه يعني الافكار او هذه الانظمه ستزيد من الجوده المقدمه لمريض السكر، تقلل من الوقت الذي يقضيه المريض يعني في المؤسسه الصحيه، واللي يقضيه الطبيب مع يعني المريض، او ايضا يعني نقطه مهمه ايضا ستقلل ممكن التحويلات للرعايه الثانويه، و وبالتالي يقلل الضغط على النظام الصحي مثلا، ممكن نكون حنقول في عمان. ونحن نتمنى من يعني المؤسسات الصحيه وزاره الصحه ان تتبنى مثل هذا النموذج الذكي، ويكون لها يعني السبق في تبني مثل هذه المشاريع. وايضا جوده العمل نفسه دكتور أكيد. يوسف راح تكون تنعكس ايجابا على جوده أكيد. العمل في هذا الجوده الجانب. ستقدم يعني بشكل افضل بشكل افضل. وانت يمكن لك قراءات في الجانب الطبي انه اصبحت الثوره المعلوماتيه والانظمه نعم. الذكيه كلها هذه اصبحت ايضا تدخل بشكل متوسع وكبير جدا في الجانب الطبي. نعم نعم لا شك. طيب دكتور يوسف تكروني، ربما اود منك ايضا أن تخبرنا أيضا عملية التواصل لما كان بينكم عن طريق الأونلاين، وإسهامات مجلس البحث العلمي كيف كانت معكم في هذا الجانب؟ هو إسهامات البحث العلمي طبعا يعني هي الأساس في الأمر في البداية، هو الإسهامات المادية عموما يعني كان يعني كرم معنا في البحث أساسا، كل ما طلبناه وفروه حقيقة، ويعني كان كل ريبورتنج سيستم يعني أو نظام التقارير السنوية أو التقارير النصف سنوية كان توصلهم في الميعاد، وهم يعني كان مراقبين لنا حقيقة في يعني وقت وفي تقارير وفي مرافق العمل، يمكن هو المشروع عندنا الجيد احنا سلمناه في الوقت يمكن قبل الوقت اللي كان يعني مخطط اليه يعني، يعني هو كان يعني العلاقة كانت جيدة حقيقة. طيب نخرج لفاصل ونعود أيضا لتكملة الحوار معكم في هذا الجانب، لأن مشاهدينا بعد الفاصل نعود أيضا لتكملة الحوار مع ضيفينا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد، والحديث مع دكتور يوسف تكروني وايضا الدكتور يوسف الفارسي. دكتور يوسف الفارسي، لو تحدثنا بافتراض ان هذا المشروع اردنا تطبيقه على ارض الواقع، هل من متطلبات ماديه مكلفه سيطلبها هذا المشروع في تطبيقه؟ والله اتوقع من الناحيه الطبيه لن يكلف اي حاجه، لكن يحتاج من ناحيه البرمجه ومن ناحية الإعداد والمتابعة، لا وهو نفس النظام الحالي اللي متبع مثلا لو نتكلم عن سلطنة عمان، نفس النظام الحالي بس يكون نظام ذكي، ما نظام قواعد بيانات عادي يستقبل أو يخزن البيانات. يمكن دكتور يوسف أكثر يمكن بعلق على الموضوع من ناحية الفنية.
نعم، هي يمكن في شيء ما يظهر للمريض ولا للطبيب هو يعني صفحة الإنترنت عادية، فما هيتكلف شيء الجانب الآخر يعني، لكن في الإعداد لكده محتاجة حاجة بنسميها سيرفرز أو يعني أجهزة ضخمة سريعة تقوم بعملية تخزين جميع البيانات المرضى، لأن المرضى كما نعلم مش قليلين بالضبط. يعني، مش مجموعة قليلة، فمحتاجة يعني طبعا في الانفراستراكشر أو في البنية التحتية اللي موجودة في جانب السيرفر يعني بعض الاستثمارات يعني دي موجودة مطلوبة ومعتبرة يعني. طبعا الهيومن ريسورس أو الأشخاص اللي هيديروا العملية برضه محتاجين برضه بعض منهم يعني، لكن هي ليست بالضخامة الكبيرة جدا وتغيير نظام كامل يعني، هي بالضبط مجرد كأني بدخل نظام جديد، مثلا نظام الموجود في المستشفيات الحالي بالضبط بتابع نفس الشيء، بالضبط في يعني جهاز موجود سيرفر موجود في مكان معين يأخذ كل البيانات ويوزعها على الآخرين عن طريق تيرمينال أو الإنترنت أو بالضبط. طيب دكتور يوسف، أيضا مثل هذا البحث وهذه المشروعات البحثية تأثيرها على الجيل الجديد من الباحثين؟ وطبعا يعني احنا بنواكب العصر في البحث عموما يعني، احنا يمكن من برضه من سياسه البحث العلمي او مجلس البحث العلمي ان يعني مفترض يكون معنا باحثين ماجستير او دكتوراه في نفس المشروع. احنا فعلا دربنا طالبه او خدنا يعني كانت في طالبه في جامعه نزوه اشتركت معنا في بدايه البحث على يعني كيفيه عملنا يعني، هو ده بالضبط بيكون بالنسبه لهم بعد كده هي اخذت ماجستير، لان ليس في الموضوع لكن موضوع اخر، لكن على الأقل تعلم يعني هي الميكانيزم أو طريقة عمل المشاريع أو من أين طريقة عمل تبدأ الأبحاث. أيضا بالضبط. وأنا يعني كما وجدت في اللقاء الأمس وقبل الأمس في يعني المؤتمر الكبير في السلطنة، إن معظم الباحثين الشباب موجودين ومحتاجين بس فقط الدعم أو الخبرة يعني ياخذوها من الباحثين اللي هم شغالين في مشاريع. واغلب البحوث ايضا ربما اللي تحدثنا عنها في برنامج بحوث نحن كانت ايضا بمشاركه من طلاب في البكالوريوس في الماجستير وطلاب في الدكتوراه، فكانت هناك يعني مشاركه منهم فيها في 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 هذا الجوانب، هذا يعتبر دافع بالنسبه بالضبط. هي لهم. وظيفتنا احنا كباحثين رئيسيين في المشروع ان يعني احنا بس يعني نجلب المواضيع الجديده بالضبط، يعني ما نشتغل في مواضيع قديمه، وكل المواضيع قابله للتطبيق في ارض الواقع يعني، هي يعني في مجال كبير من البحث موجود لا يطبق، بالضبط لكن التطبيق في ارض الواقع وتجد النتيجه مطبقه، ده أكيد بيكون للباحث الشاب يعني يرى شيء عمل مطبق نعم. امامه بدل ما يكون مجرد بحث لاخذ درجه ماجستير او دكتوراه فقط. دكتور يوسف فارس، ايضا كيف يمكن ان يكون هذا البحث وهذا المشروع البحثي داعم للطلاب الدارسين في المجال الطبي؟ نعم، المجال الطبي مجال خاص بالابحاث وخاصه يعني مرض السكري ومقارنه بمدى انتشاره، هذا البحث يعني افادنا كثيرا يعني من الناحيه الطبيه ودفعنا الى ابحاث يعني غير هذا البحث، وان شاء الله ابحاث مستقبليه في هذا المجال ان شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق ايضا في بحوثكم القادمه وايضا التعاون دائما في او ادخال الجانب التقني هذا في المجالات الطبيه والمجالات الاخرى ايضا يسبب هذه الثوره من المعلوماتيه اللي تسببت في الكثير ايضا من التطور، تسببت في الكثير ايضا من جوده العمل في كثير من المجالات. دكتور يوسف سعد تكروني، مساعد مدير الجامعه العربيه المفتوحه للشؤون الاكاديميه والباحث الرئيسي في المشروع، وايضا الدكتور يوسف بن محمد الفارسي اخصائي اول طب اسره وباحث من الناحيه الطبيه في هذا المشروع. شكرا جزيلا على وجودكم معنا في برنامج بحوث. شكرا.